950. أعزائي المشاهدين، ولسه مكملين معكم في جولة كبيرة من الفجالة، أحد قلاع الأدوات المدرسية والشنط المدرسية، بتمشي في الشارع فيها ريحة مدارس. النهاردة دلوقتي هنتعرف مع أستاذ عمرو عن أسعار الشنط، وهل في إقبال من المواطنين على أسعار الشنط، وإيه اللي فرق ما بين السنة اللي فاتت والسنة دلوقتي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ عمرو. اهلا بحضرتك. ممكن في البدايه تقول لنا عن اسعار الشنط عن السنه اللي فاتت والسنه دي؟ لا، الاسعار السنه دي مختلفه عن السنه اللي فاتت بكتير. طب هل ده اثر على اقبال المواطنين على شراء الشنط؟ اكيد طبعا، بس المحتاج بينزل، المضطر بينزل يجيب، لان معلش السنه دي الدنيا صعبه خالص بالنسبه للاسعار. تمام. طيب في مثلا موديلات جديده، او مثلا انا دلوقتي لو كنت رايح اشتري شنطه مثلا وليكن ب 150، دلوقتي انا عايز اشتري شنطه اقل، في اقبال مثلا على نوع شنط؟ لا، مفيش حاجه دلوقتي ب 150 حاليا، مفيش حاجه ب 150. طب اقل شنطه ما يتشالش بصراحه يعني. طب اقل شنطه دلوقتي بكام؟ يعني اقل شنطه عشان تشيل شنطه حاليا عامله 300 جنيه. 300 جنيه بمختلف المراحل ولا مثلا؟ لا، اللي هو مرحله الابتدائي. تمام. طيب هل الاسعار بتختلف من مرحله الابتدائي لمرحله الاعدادي لمرحله؟ طبعا، في ب 300 الابتدائي، وفي ب 450، في ب 500، في ب 950، في ب 1000 جنيه، بس ب 1000 جنيه طبعا ده براندات وبيبقى معاه ضمان. طب في ناس بتشتري الشنط اللي ب 1000 جنيه دلوقتي؟ قلت الحراك المضطر، اللي هو ايه، عارف هو بياخد ايه بمعنى اصح يعني لو عارف مثلا زي ماركات 3 ام، جولدن باج، مملي، الشنط دي عامه يعني دي شنطه شنط مسمعه، ف عليها يعني المجربه بياخدها يعني مضطر. اي نعم، زادت عن السنه اللي فاتت بنسبه كبيره، بس طبعا ايه، اللي بيدفع 1000 جنيه بيدفع على مؤاخذه عشان خاطر يشتري شنطه تقعد، ما يجيبش تاني في نص السنه او السنه اللي بعدها يعني. هي الشنطه دي بياخدها الزبون بتقعد معاه سنه واثنين وثلاثه، فده اللي بيوفر بمعنى اصح، بيدفع 1000 جنيه بس بيوفر يعني، بعد ما اجيبهم ب 300 والسنه الجايه اجيب واحده، او في نص السنه اجيب واحده. طيب الاقبال يعني قل او زاد عن السنه اللي فاتت؟ لا طبعا، بالنسبه للظروف الحاليه انت بتتكلم في شنطه كان السنه اللي فاتت مثلا ب 300، النهارده ب 500، 550 جنيه. الشنطه اللي بقول لحضرتك عليها ب 300 دي كنا بنبيعها السنه اللي فاتت ب 130 جنيه. كنا احنا بنبيعها هنا قطاعي 130 جنيه، السنه دي 300 جنيه. طيب حضرتك بتبيع قطاعي وجمله، يعني ايه الفرق مثلا بين القطاعي والجمله؟ لا حاليا السنه دي بصراحه عشان ما اكذبش معاك، الجمله ده اللي هم الايه اللي بتوع الاونلاين عشان ايه يسترزقوا، انما كجمله جمله السنه دي اي واحد هياخد جمله يبقى بيضحي، لان الشنط السنه دي عاليه جدا جدا جدا، فالهبات انا كشغلتي انا السنه كلها شغال شنطه ماشي، فالهبات عندي انا مكسب ليه، انما الناس التانيه بتشتغل مواسم، اللي هو ايه يعني ما يقعد عنده مثلا 10 شنط في 400 جنيه ب 4000 جنيه بالنسبه له هو مضلعه. انا ممكن في وسط الايام العاديه ممكن واحد لما ما جابش لابنه في اول السنه يجي ياخد له شنطه كده او كده عامه يعني، ما انا صح. تمام. طيب اكيد طبعا بتختلف الاوقات من وقت مثلا موسم المدارس لموسم اللي هو الاوقات العاديه، هل الاسعار بتختلف من الموسم نفسه ومن الاوقات العاديه؟ لا 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 لا، لا بالعكس بالعكس، احنا يا ريت كان الاول ممكن حاجه بعد الموسم ترخص، ده بالعكس احنا الشنط عندنا ممكن كل اسبوع مع سعر الدولار تلاقي لا مؤاخذه المستوردين بيتصلوا يا جماعه الشنط زادت 1 2 3، حتى بعد كل المدارس في شنط معلش اللي هو اللابات الظهر احنا بنشتغل فيها دي، ممكن على مدار الشهر ممكن تزيد مره او مرتين بسبب الدولار. طيب هو طبعا اكيد في شنط مستورده وشنط محليه، اقبال الجمهور على الشنط المحليه مثلا بنسبه قد ايه، والشنط المستورده بنسبه قد ايه، وهل ده تاثر مع يعني ارتفاع الاسعار؟ اقبال الزبائن عامه على المصري بنسبه 30% والمستورد بنسبه 70%. طيب يعني انت مثلا كبائع ايه الفرق بين الشنطه المصري والشنطه المستورده؟ على فكره احنا عندنا كمصر عندنا خامات حلوه جدا جدا جدا، بس هي المشكله في ايه؟ كورشه او كمصنع حته التقفيل يعني ما عندناش حته الفينش القوي يعني، احنا عندنا كخامات عندنا خامات احلى من اللي في الصين واحلى من اللي في اوروبا، بس احنا المشكله عندنا التقفيل، لو هنقفل صح او نعمل شنطه صح هنشتغل احسن من الصين واحسن من اي حد، بس المشكله عندنا في مصر حته التقفيل. طب انا لو كجاي اشتري مثلا شنطه من عند حضرتك هتنصحني بالشنطه المصريه ولا الشنطه المستورده؟ ما تحرجنيش، انا بلدي رقم واحد ماشي، بس اتمنى ان احنا نكون رقم واحد في الصناعه، ده اللي هقدر اقوله. مثلا حضرتك تحب توجه مثلا رساله لاولياء الامور في الظروف اللي احنا فيها دي تقول لهم ايه؟ الله يعينكم، الله يعينكم على اللي احنا فيه. شكرا جدا حضرتك. الله يخليك.